نشكر حكومة البحرين وجلالة الملك سمو ولي العهد رئيس الوزراء على تواجد الفاكسين حق الشعب والمواطنين والمقيمين وعلى القائمين بهذا العمل الوطني، والحمد لله على نعمة البحرين. الحمد لله الأمور سهلة ومسهلة، ولا في ضغط ولا في أي صعوبة بالنسبة إلى أخذ التطعيمات. الحمد لله يعني طرشوا لنا مسجات بأخذ التطعيمات، وإحنا تسجلنا عن طريق الأونلاين، فعطونا مواعيد وجينا بالمواعيد وكان الأمور مسهلة. العملية ما استدعت يعني 5 دقائق من جيت إلى ما خلص، وأنصح الجميع يعني يجون يأخذون اللقاح، ولا في خوف ولا في ألم. أشكر وزارة الصحة والقائمين على الموضوع. الأمور كانت كلها سهلة، التسجيل عبر الموقع، تعاون ممرضين هنا في وزارة الصحة وفي المركز.